السلام عليكم ورحمة الله. ثقتي بمصر، ثقتي بمصر بشعبها برجالها أعلى وأسمى من ظروف زماني. ثقتي بمصر بشعبها برجالها أعلى وأسمى من ظروف زماني. ذي مصر ذي أرض الكنانة أسدها أقوى وأعتى من لظى الشيطان. بتحيتنا إلى مصر وأهلها، بتحيتنا إلى تونس وشعبها، بتحيتنا إليكم أحبائنا الأكارم كل باسمه ولقبه. نبدأ معكم هذا اللقاء، وإذا كان أعداء هذه الأمة أو من لا يريدون لها الخير يتسلحون باليأس والإحباط والهزيمة كأسلحة، فعلينا أن نتسلح بالأمل لأنه سلاح المرحلة. نبدأ معكم جولتنا في سياق التاريخ والأخلاق بعد الفاصل، فأهلا بكم معنا. إشكاليات الواقع الذي نعيشه، ما هي أسبابها وما هي خلفياتها التاريخية؟ وهل فعلا في التاريخ أجوبة الواقع؟ في تركيا باتت كتب التاريخ ومجلاته وبرامجه التلفزيونية تحظى بأكبر اهتمام. التاريخ وإعادة قراءته محطة لازمة الفهم، نتوقف عندها بعد قليل في الألوان السبعة. الكذب عند الأطفال جزء من العادات السيئة التي تجب محاربتها. ما هي طبيعة هذه المسلكيات التي تؤدي بالطفل إلى الكذب؟ وكيف يمكن لنا أن نحارب هذه الآفة لدى الأطفال بأسلوب علمي منطقي؟ العادات السيئة لدى الأطفال والكذب وكيفية مواجهتها جميعا، محطة نتوقف عندها بعد قليل في الألوان السبعة. وجولتنا الأولى مع حضراتكم أحبائنا الأكارم في عالم الثقافة الذاتية. من لم يفهم تاريخه لا يحق له أن يتحدث عن مستقبله. بهذه القراءة تنتشر عادة جديدة في تركيا أحببنا أن نسلط الضوء عليها، وهي عادة المراجعة والمطالعة والقراءة التخصصية في كتب التاريخ التي باتت بألف عنوان وألف مسمى. 300,000 نسخة من كتاب رقص عبد الحميد مع الذئاب للسلطان عبد الحميد الثاني في نهايات حقبة الإمبراطورية العثمانية، قراءة تمثل حالة جديدة من الوعي في المجتمع التركي الذي بات يحاول أن يقرأ ما يجري في الجغرافيا الإسلامية اليوم وجغرافيا الإمبراطورية العثمانية ما بين أمسها وما بين يومها ليربط بين ذلك عبر التاريخ. فلسفتنا هذه يسعدنا أن نستضيف للحوار فيها أستاذا مختصا في هذا الجانب، وهو الدكتور طيفور إردوغدو من قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة يلدز التقنية. أهلا وسهلا بكم معنا أستاذنا الكريم وسهلا في برنامج الألوان السبعة. سنبدأ معكم أستاذنا الحبيب، ولكن اسمح لنا بداية أن نقرأ مع مشاهدينا الأكارم هذه القراءة المبدئية. التاريخ والاهتمام بالتاريخ والالتفات إلى التاريخ وأهميته في واقعنا. مناقشة الأحداث التاريخية في وسائل الإعلام من العوامل التي تزيد من مبيعات الكتب التاريخية. بعد الكتب والمسلسلات والأفلام، بدأت القنوات التلفزيونية كلها الآن تبث برنامجا تاريخيا واحدا على الأقل. المجلات التاريخية التي تنشر شهريا اقتربت لعدد 10 مجلات، وأما الكتب التاريخية فقد ازداد عدد قرائها في السنوات الخمس الأخيرة مع التضاعف المستمر في هذه الأرقام. ويمكننا القول أن القرن 21 هو العصر الذهبي للكتب التاريخية في تركيا، لأن هناك مواضيع تاريخية عديدة غير معروفة ويجب التحدث عنها بموضوعية وصدق، وهي تنتظر الكشف. الأحداث التي تقع الآن في الجغرافيا العثمانية القديمة خلال السنوات الأخيرة تزيد الاهتمام بموضوع التاريخ وملفاته، والكتب التاريخية الآن توجد في مقدمة الواجهات لدور النشر، ولا سيما مع فيلمين جديدين عن حروب تشنقلعة اللذين بدأ عرضهما في القاعات السينمائية مع اقتراب الذكرى 100 لتلك الحروب،
بلغ عدد قراء كتاب تشن القلعة لا يمكن تجاوزها حوالي 200,000 قارئ، وأما كتاب محشر تشن القلعة لنياز الدمير فوصل عدد طبعاته إلى 5 طبعات. من ناحية أخرى، فقد وصلت سلسلة اكتشاف الدولة العثمانية من جديد لألبر أورتايلي إلى 400,000 قارئ، وأما كتاب رقص عبد الحميد مع الذئاب لمصطفى أرمغان، هذا الكتاب وحده بيعت منه 300,000 نسخة. وسلسلة التاريخ القريب تحت الرماد الذي يتحدث فيه نفس الكاتب عن الأحداث غير المعروفة في التاريخ القريب والوقائع التي تم التستر عنها أصبحت من السلاسل التي يعاد طبعها كل شهر. وأما كتاب الذين غيروا التاريخ لعلي تشيمن الذي يتحدث فيه عن الأحداث والشخصيات التي برزت في التاريخ العالمي والتركي فبلغ عدد قرائه 250,000 قارئ في وقت قصير. ومؤلفات الأكاديميين مثل الأستاذ الدكتور كمال كربات والأستاذ الدكتور خليل أينجيك والأستاذ الدكتور فريدون أمجن أعيد طبعها مرارا وتكرارا في وقت قصير كذلك. ونجدد الترحيب بأستاذنا وضيفنا في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة يلدز التقنية الدكتور طيفور إردودو. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم. ما أهمية أن نفهم التاريخ اليوم؟ ما أهمية أن نبني إنسانا يفهم تاريخه؟ في الحقيقة الإنسان عندما لا يعرف تاريخه يكون وكأنه إنسان بلا ذاكرة، وكأنه إنسان فقد ذاكره أو أنه يجدد ذاكرته كل يوم، وكأنه لا يعرف أمه وأباه. وبالتالي إذا لم نعرف التاريخ، لم نعرف الماضي، لن نفهم المجتمع والأحداث التاريخية الحديثة الآن، لن نعرف التوافقات والاختلافات، ويصبح فهمه للواقعي الذي عليه علامات استفهام. وبالتالي لماذا هناك مشكلة في مكان ما أو ليس هناك مشكلة؟ لا نستطيع أن نتكلم عن أن مجتمعا لا يفهم الماضي نستطيع أن نفهم المستقبل أو حتى الحاضر. أعطي مثال، مثلا أنتم انتقلتم من بيت إلى بيت، لا تستطيعون أن تعيشوا بشكل جيد، لم تحبوا المنطقة الجديدة، يجب أن يكون هناك سبب لهذا الأمر. ربما منظركم الخارجي، ربما طريقة كلامكم أو تصرفاتكم كان يذكر هؤلاء الناس في مكان جديد بشيء ما، وبالتالي أنتم لأنكم انتقلتم حديثا لهذه المنطقة سببتم اضطرابات أو عدم حب أو عدم تآلف مع الناس. ولكن لو كانت الذاكرة منتعشة وإذا فهمنا الأحداث التاريخية سنستطيع أن نفهم كثيرا من الأحداث الجارية حاليا، نعرف أسبابها بكل تأكيد. دكتور طيفور أود أن أسألك حقيقة قبل أن نغوص في تفاصيل التغير الجديد في المجتمع التركي فيما يتصل بالتاريخ، ما أهمية أن يكون لدينا كتاب ومؤرخين يكتبون الحقائق التاريخية بموضوعية؟ ما أهمية أن نؤلف عن التاريخ بالحقائق، أن نترك القارئ يحكم على الأحداث، لا أن نوجهها القارئ نحو حدث معين بوجهة نظرنا نحن كمؤلفين وككتاب؟ أستطيع أن أقول بشكل واضح أن تركيا كان هناك مشكلة لفترة طويلة وكأنها ثلاجة بعد إعلان الجمهورية، وفي ثلاثينيات القرن الماضي كانت هناك سياسات خارجية معينة لتركيا، وبالتالي لم تهتم بكثيرا بالسياسة الخارجية، وبالتالي كان هناك بعض الأمور عن ماضي تركيا التي يعرفها المؤرخون فقط عن تركيا، عن العالم الإسلامي، لم يكن هناك اهتمام من المواطنين بالتاريخ. وبالتالي إذا تكلمنا عن رجل الشارع العادي، المتخصصون كانوا يعرفون لكن الشارع لم يكن يعرف. الآن خلال التحركات الأخيرة أصبح هناك انفتاح كبير من تركيا وعلاقات من تركيا مع الدول العربية والإسلامية أكثر من دول أخرى، وبالتالي الآن أصبح المواطن العادي في الشارع يهتم بالتاريخ. لماذا الآن حتى الآن لم أكن متوافقا مع جيراني؟ لماذا؟ ما الذي يجب علي أن أفعله حتى أتوافق أكثر مع جيراني وإخوتي وأشقائي؟ ما الذي يمكن علينا أو يمكن أن نفعله؟ الآن أسئلة كثيرة بدأ يحاول المواطن أن يجيب عليها بالعودة إلى التاريخ وإلى الماضي. وبالتالي كل المتخصصين والمؤرخين أصحاب الرأي والفكر يبحثون عن هذه الأجوبة لهذه الأسئلة. جميل. الآن هناك مهمات ومسؤوليات كبيرة. الآن تركيا التي خرجت من هذه الثلاجة ودول العربية والإسلامية التي خرجت من هذه الثلاجة التي بدأت تغير أنظمتها، من نحن؟ أين كنا ولأين سنذهب؟ هذه الأسئلة في التاريخ ربما لا تجدون في إجابة واضحة عن إلى أين سنذهب، ربما صعب الإجابة، ولكن ما الذي كنا عليه؟ أين كنا؟ هذه أسئلة أجواتها واضحة جدا في الماضي وفي التاريخ عبر المؤرخين. جميل جدا. أستاذنا الكريم، هنا التلفاز، المجلات، الإذاعات،
كل وسائل الإعلام باتت تتسابق من أجل طرح موضوعات التاريخ. هذه التفاتة كبيرة جدا، كتب كثيرة بدأت تغزو الأسواق، برامج تلفزيونية كثيرة جدا، برامج إذاعية كثيرة جدا، مجلات متعددة. هل هذا التحول في المجتمع تحول أساسي؟ هل ينعكس على شخصية الإنسان التركي أستاذنا الكريم؟ نعم ينعكس هو بشكل واضح جدا، وبالتالي الآن الاهتمام الكبير بالتاريخ يؤدي إلى أن الكثير من المعلومات التاريخية والحقائق التاريخية بدأت تصل إلى أطياف واسعة جدا من الشعب، ليس فقط المختصين ورجال العلم وأصحاب الفكر والمؤرخين. وبالتالي الآن بنفس الطريقة الآن حتى الذين لا يهتمون بالتاريخ سوف يرون أنهم كم مشاكل الحاضر مرتبطة كثيرة بالتاريخ وبالماضي، عبر التلفزيون، عبر الإذاعة، عبر السينما، المجلات والجرائد والمسلسلات، كلها تتكلم عن بدأت تهتم أكثر بمواضيع التاريخية، وبالتالي وجهة نظر المواطن العادي للتاريخ تغيرت. نحن لاحظنا شيئا معينا، أنه أن التاريخ الذي سبق قيام الجمهورية التركية وكأننا رفعناه على الرف لم نهتم به، الآن بدأنا نقول لا، لنا تاريخ ولنا ماضي، نبحث في ثنايا، نبحث في صفحاته عن كثير من الأمور. بدأ الآن الكثير يسألون أسئلة عن هذا الماضي، والآن أصبح هذا مادة للاستهلاك. الآن هذا ربما هناك مشكلة في هذا بالنسبة لتركيا، الاهتمام الكبير للتاريخ يجب عليه أن يمر عبر الموضوعية والعلمية، يجب عليه أن تكون له أسس واضحة علمية موضوعية. في تركيا الموضوع ربما مختلف نوعا ما، الكثير من رجال العلم ربما بدأ الآن يهتم بهم شعبيين، أصبحوا شعبيين، وهذا خطر، مؤشر خطر. يعني الجيل المعاصر، جيل الشباب الجديد تحديدا في تركيا وفي العالم العربي، نحن نعاني من نفس الإشكالية، يبتعد عن الكتاب، لا يحب القراءة إطلاقا، نسبة المطالعة عندنا ضعيفة جدا، وهذا أفقدنا بعدا تاريخيا. أصبحنا حتى إذا قرأنا نقرأ الروايات، نقرأ مجلات لا تفيدنا عمليا في بناء شخصيتنا. كيف تصف لنا افتقار الجيل الحالي لفهمه للتاريخ بكل تفصيلاته وجزئياته؟ نعم، التاريخ الذي نعرفه عبر الأبحاث والدراسات ربما يكون هناك كتاب 180 صفحة 300 صفحة، وبالتالي إذا نظرنا الآن في حاضرنا في أجيالنا في تركيا والعالم العربي الإسلامي ليسوا صبورين جدا لقراءة كتاب عن مئات الصفحات، وبالتالي الآن أصبح الكل يهتم بجزئيات معينة واقتباسات معينة، وهذه تفهم وكأنها حقائق تاريخ. هذا خطر، لأنك تأخذ جزئيات معينة من التاريخ، التاريخ لا يمكن إعطائه للمواطن وكأنه أدوية صغيرة جدا جزئية مؤقتة على مراحل متختلفة، لا، هذا أمر خطر جدا وليس ذا فائدة. لذلك ما أقول هنا وقلته قبل قليل مهم جدا، الشعبوية والاهتمام بالتاريخ يجب عليه أن يعتمد على العلمية والموضوعية، إذا أعطيناه عبر دفعات وجرعات قصيرة جدا ومؤقتة، وبالتالي عليه أن يكون مرتكزا على أساسات علمية راسخة جدا، وإلا فإن الشعب المهتم بالتاريخ سوف تصله رسائل خاطئة إذا عرض عليه التاريخ بهذه الطريقة. وهذا يدفعنا إلى سؤال أستاذنا الكريم، من أين نبدأ؟ ماذا نقرأ عمليا حتى نفهم التاريخ؟ أنا لا أستطيع أن أقرأ 10,000 كتاب في التاريخ، هناك موسوعات، مجاميع للتاريخ، هناك كتب موثوقة وموضوعية تختزل التاريخ عمليا بحقائقه. هل نبدأ بها؟ هل نبدأ بالكتب المعاصرة للتاريخ؟ بماذا نبدأ لفهم التاريخ أستاذنا الكريم؟ هذا سؤال مهم جدا، أشكركم جدا على طرحه. لدي كلمة، قل لي ما تاريخك أقول لك من أنت، وهذا أمر مهم جدا. أي التاريخ مؤرخين يجب أن نقرأه وأي كتب نقرأها؟ هناك أجوبة معينة، أي كتاب تاريخ تقرؤونه هذا الذي يؤدي بكم إلى فهم معين للتاريخ، لأنه هذا اعتقاد ومعتقد ووجهة نظر. وأيضا بعض المؤرخين يكتبون تاريخ حول محورهم هم وحول فكرهم هم، وهذا خطر. أستطيع أن أعطي اسمين مهمين جدا لديهم كتب تاريخ موثوقة جدا وموضوعية، أولها ربما المؤرخ قطب المؤرخين ما نسميه في تركيا، خليل إناجيك مثلا، والثاني أتمان دمير، الأستاذ الدكتور أتمان دمير. هذين الاسمين مهمان جدا في موضوع التاريخ، لأنهم أساتذة عميقون في التاريخ وأيضا موضوعيون جدا. ثقوا أن كل من لديه فضول بمعرفة التاريخ حتى الذين ليس لديهم فضول
للتاريخ يستطيعون أن يغوصوا في هذه الكتب دون أن يكون هناك رسائل معينة أو أيديولوجيات معينة في قراءة التاريخ، ويستطيعون أن يفكروا التاريخ وينقضونه ويؤسسوا لفكر معين. لا نستطيع أن نبتعد تماما عن أي رأي في التاريخ، ولكن التاريخ الشعبوي الآن، التاريخ المهتم به مهم. وهنا يعني من أراد أن يفهم الواقع عليه أن يقرأ التاريخ. لا أدري إن كنت تتفق معي بذلك. التاريخ ليس ثقافة، التاريخ ليس يعني إثراء للوقت في قراءة كتاب معين. التاريخ يبين لنا سياسات الواقع، كيف تتعامل أوروبا مع المشرق العربي والإسلامي، كيف تتعامل أمريكا والولايات المتحدة مع الجغرافيا العثمانية القديمة، كيف تتعامل تركيا مع العالم العربي، كيف يتعامل العالم العربي مع تركيا. كل ما يجري في الواقع اليوم نفهمه في سياقه التاريخي، ولا يمكن فهمه إطلاقا إلا من خلال التاريخ. هل تتفق معي بذلك؟ نعم، لا نستطيع أن نفهم في ذلك فقط على التاريخ، والسبب لأن الكثير من الأحداث التي تعرض علينا هي حوادث جديدة، ولكن نستطيع أن نأخذ من بعض العوامل التاريخية تساعدنا على فهم الحاضر ربما بنسبة 70% أو 80%، تعطينا معلومات. ولكن كل حادثة جديدة لديها عوامل جديدة وظروف معينة جديدة جدا، وبالتالي التاريخ يساعد فائدة التاريخ فقط عن 70% أو 80%، ولكن هناك الأحداث الجارية الحديثة العصرية لديها أيضا فائدة مهمة جدا. الماء الجاري يغسل مكانا معينا مرة واحدة، وبالتالي الذين ينظرون علميا للمواضيع التاريخية، نتكلم عن حادثة في عام 1990 مختلفة تماما عن عام 2012، نتكلم عن فترة زمنية قريبة طبعا حوالي 20 سنة، ولكن هناك عوامل وظروف معينة تكون قد دخلت، وبالتالي إذا أردنا أن نفهم هذه العوامل نعم، أولا التاريخ مفيد لك ليس لوحده. أستاذ الكريم، الإعلام اليوم في تركيا تحديدا بدأ يتعامل مع موضوع التاريخ، بدأت تطرح برامج كثيرة جدا في التلفزة وفي كثير من المحطات الإذاعية وحتى في الكتب فيما يتصل بموضوع التاريخ. كأستاذ للعلوم الاجتماعية والإنسانية أستاذنا الكريم، هل هذا تحول استراتيجي في مستوى بناء الفرد؟ هل يمكن لنا أن نتحدث اليوم عن جيل تركي يمتلك عمليا من مفاتيح الفهم التاريخي أكثر مما امتلكته الأجيال السابقة خلال 100 سنة الماضية؟ في الحقيقة نعم، أنا أيضا لدي برنامج إذاعي أو من الأحد في الإذاعة التركية كما تعرفون. نحن نتكلم عن بعض المواضيع التاريخية نأخذها نتناولها بالبحث والتحليل، نحاول أن نفهمها ونعلق عليها. هناك كثير من البرامج أيضا تأخذ هذه المناطق التاريخية والأحداث التاريخية، بعضها أيضا في التلفزيونات والمجلات والصحف أيضا يحاولون تحليل بعض الأحداث التاريخية. ولكن هناك سبب واحد لهذا الاهتمام، الإنسان يريد أن يفهم ما الذي يجري حوله، وربما هذه بعد نتاجات الديمقراطية. يريدون أن يتدخل البعض في التاريخ، وكأن التاريخ لم يموت، لم يجمد، لم تنتهي الأحداث التاريخية، حدث التاريخ، ولكن هناك بعض الناس الذين يحاولون وضع بصمتهم في هذا التاريخ وتغيير هذا التاريخ، وبالتالي هناك بعض ما نسي في التاريخ. مثلا أعطي نموذجا، مصر في العهد العثماني مثلا كانت مهمة جدا كأمة إسلامية وكبلد إسلامي، ولكن بعض الحركة القومية التي ظهرت، هناك عهد فرعون الذي قد نسي أو ظن أنه نسي، أعادوا إحياء الفرعونية، لم تنتهي، أعادوا إحياءه كحركة قومية في مقابل العثماني، وهناك تأثر فأعاد إحياء نزعة عنصرية فرعونية، وبالتالي التاريخ وبعض أحداثه تنسى ثم تعاد إحيائها. هذا يذكرنا بشيء مهم جدا، يجب علينا دائما أن نتناول الأحداث عمليا حقيقة. كلما نسيت مصر من هي، كلما نسي العالم العربي والإسلامي من هو، كلما نسيت تركيا من هي، يخرج فرعون جديد. هذا بكل تأكيد، إذا نسينا تاريخنا سنواجه إشكاليات الواقع بكل تأكيد. أشكرك على هذا المثال حقيقة دكتور طيفور. لكن أود أن أسألك، التغييرات اليوم في السياسة، التغييرات في علم الاجتماع، التغييرات التي تصيبنا جميعا تضع مسؤولية كبيرة جدا على أعناق المؤرخين، من يكتب في التاريخ، مختصي التاريخ، أساتذة التاريخ في الجامعات، عليهم أن يعيدوا كتابة التاريخ فيما يفيدنا اليوم في الواقع، بدل أن يركزوا على تاريخ لا يفيدنا. مسؤولية الكتاب الجدد أن يكتبوا التاريخ فيما يتصل بالواقع. هل هذه القراءة مشتركة بيننا؟
نعم أنتم بحقنا في ذلك، يجب علينا أن نكتب التاريخ بطريقة جيدة وموضوعية، هذا مهم، وأيضا أن تناول التاريخ لا تستطيع أن تكون موضوعيا تماما حياديا تماما، ولكن يجب علينا أن نقرأ التاريخ ونكتب التاريخ بمعرفتنا بهذا النقص، وأن لا نستطيع أن نقول أن هذا كذا وهكذا كذا ونصنف الأمور، ولكن يجب علينا أن نشرح التاريخ بطريقة معينة، وبالتالي أن نحاول أن نحلل بعض الأحداث. الديمقراطية أيضا هي التي تحدث هذا الأمر، الناس يريدون أن يفهموا ويريدون أن يحللوا تاريخهم، ويجب علينا أن نساعدهم في ذلك كمؤرخين ككتاب التاريخ كمحللي التاريخ، هذا واجبنا. الأمر الآخر، نحن نتكلم عن السعادة والسلام في العالم، إذا أردنا السلام في العالم فإننا يجب علينا أن نحلل هذه الأحداث التاريخية، وهذا يمر عبر كتابة مسالمة للتاريخ. ممكن أن تحكم التاريخ بطريقة محاربة ومنفرة من الناس من بعضهم البعض، ولكن هذا خطر. مثلا كمواطني الجمهورية التركية نحن نريد أن يكون لنا تاريخنا نكتبه ونشرحه بطريقة مسالمة. من الصفر في هذه المنطلقات علينا أن نؤسس لهذا الوعي ولهذه الثقافة ولهذه الحضارة. أستاذنا الكريم نشكركم جدا حقيقة، الدكتور طيفور إردودو، ونشكركم أيضا على هذه المعلومات التي تفضلتم بها، ونتمنى أن تكونوا ضيوفا دائمين علينا في برنامج الألوان السبعة. وأحبانا الأكارم، بعد شكر ضيفنا الكريم والعزيز، اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم إلى صحبة عالم الكاريكاتور، عالم جديد يتحدث لنا عن التاريخ وقراءاته المعاصرة وأهمية فهمه للانطلاق للمستقبل. جولتنا الجديدة في عالم المؤسسات ذات البصمات، وهذه المرة نحط رحالنا في جامعة بهجة شهير التي أسست مشروعا فلسفيا معرفيا نهضويا يتصل بالطلبة والأكاديميين ومشاكل المجتمع على حد سواء. الطرق والبنية التحتية باتت عاملا فارقا في ظل الازدياد السكاني في المدن، ولذلك يتم افتتاح العديد من الكليات والفروع التخصصية في هذا الشأن. زميلنا رامي عبد العال حضر جزءا من الفعاليات المقامة بافتتاح هذا القسم الجديد الذي سيكون معولا عليه في حل كثير من إشكاليات تركيا، بل وإضفائها على كثير من دول المنطقة بعد ذلك. إلى جولة جديدة في مؤسسات وبصمات. من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع العالم الخارجي، احتضنت جامعة بهجة شهير بإسطنبول مؤتمراً حول الطرق والبنية التحتية وكيفية النهوض بتركيا في هذا المجال الذي يعتبر الشغل الشاغل لمعظم دول العالم اليوم. منذ العام الماضي ونحن نعمل على مشاريع من هذا النوع للنهوض بهذا المجال من المشاريع في الجامعة، فكما تعلمون العديد من دول الاتحاد الأوروبي تشكل مثالا في مجال البنية التحتية والطرق، لذلك نحن اليوم هنا لفتح قسم في الجامعة يهتم بهذا الشأن بالتعاون مع مؤسسة المعايير التركية، وأعتقد أنه بالإمكان فتح أفق للتعاون مع الحكومة من أجل رفعة هذا الوطن. الازدحام وسوء البنية التحتية للعديد من الدول وخاصة في المدن الكبرى كان من أهم النقاط التي دفعت المجتمعين إلى التوقيع على اتفاقية تعاون بين كل من الجامعة ومدير مؤسسات المعايير التركية خلوص شنترك من أجل جعل تركيا معيارا أو مثالا للدول الباحثة عن بنية تحتية وطرق سليمة وسلامة مرورية. نحن اليوم بصدد البدء في هذا المشروع وقد وفرنا المكان المناسب له. هذا المشروع سوف يفتح أفق التعاون مع العالم الخارجي، مثلا سوريا التي تعاني الآن من مشاكل داخلية وسوف تنتهي آجلا أم عاجلا، وكذلك أفغانستان والعديد من الدول الأخرى. كل هذه الدول سوف تبحث عن دولة تمتلك بنية تحتية، وأرى أن تركيا يمكن أن توفر لهم تلك المشاريع عندما تمتلك هذا المثال من المعايير الحديثة من البنية التحتية والطرق. ويعتبر الملتقى جزءا من مبادرات الجامعة الرامية إلى زيادة الوعي بالسلامة على الطرق
وتحسين كفاءة تدفق الحركة المرورية وصيانة الطرق في تركيا كلها كخطوة رائدة في مجال النهضة والرفع. لا شك أن التنسيق بين الجهود الهندسية والمعلوماتية سوف يساهم في مواجهة الأخطار على الطرق وتخفيض نسبة الحوادث. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، اسطنبول. ومن تركيا إلى كشمير أحبانا الأكارم، حيث يتوجه فريق برنامج الألوان السبعة بهدية أدبية إلى كشمير التي تعاني نسيان الأمة لها أكثر مما تعاني من القصف. قراءة أدبية وعالم الألوان السبعة. نسيتك أمتك، نسيتك أمتك يتيمة أمة نزفت عقودا دون ما أصداء. نسيتك أمتك يتيمة أمة نزفت عقودا دون ما أصداء. تبكي بليلك والليالي تزدهي بالظلم يلثم هامة الكبراء. كشمير كشمير يا نبض المآسي، ها هنا سنشيد صرحا ناطقا بلقائي. كشمير كشمير يا ذات الخصال أرومها وعيونها كالثلج دون ردائي. بنت الحضارة بنت الحضارة لم تزل متروكة للظلم يخنقها بلا استحياء. أرض الكرام أرض الكرام نحيبها أدمى بنا كل القلوب ومهجة الأحشاء. مرت عقود الآه مرت عقود الآه لكن ما بنا أذنا تلبي صرخة العظماء. شدي على الجرح القديم شدي على الجرح القديم ولملمي كل الروي وصبغة الشعراء. شدي على كل الجراح تبسمي فبنوك شم سادة الأحياء. عضي على دين الرسول عضي على دين الرسول تصبري في وجه طاغوت ووجه بلاء. يا دمعة يا دمعة حرقت جدار فؤادنا يا دمعة حرقت جدار فؤادنا مري على الأجساد والأشلاء. ستعود كشمير الكرامة شامة ولها النصيب بساحة العقلاء. وسيذكر الطفل الصغير وسيذكر الطفل الصغير مصابها لتعيش في الأحداق والأفياء. وسيذكر الطفل الصغير مصابها لتعيش في الأحداق والأفياء. الكذب عند الأطفال جزء من العادات السيئة التي تجب محاربتها. ما هي طبيعة هذه المسلكيات التي تؤدي بالطفل إلى الكذب؟ وكيف يمكن لنا أن نحارب هذه الآفة لدى الأطفال بأسلوب علمي منطقي؟ العادات السيئة لدى الأطفال والكذب وكيفية مواجهتها جميعا، محطة نتوقف عندها بعد قليل في الألوان السبعة. ومستمرون مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير نعود بعده للقياكم. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا. سياحتنا الآن في عالم المعارض والأفكار، وهناك معرض تخصصي بأفكار متعددة تعكس الحضارة والثقافة الصينية. كيف نشأت وما هي رموزها وما هي المنمنمات التي تعكس هذه الحقبة وهذه الحضارة وهذه الفلسفة؟ حتى تمثال بوذا وقراءاته الذاتية معروضة في معرض تخصصي احتضنته اسطنبول، ويعكس لنا بعض زواياه رامي عبد العال. في
في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين الصين وتركيا في مجال الأنشطة والبرامج الثقافية والتاريخية، استضافت جامعة المعمار سنان للفنون الجميلة بإسطنبول معرض المنمنمات والصور الخاصة بالحضارة الصينية القديمة. معرض في غاية الروعة، فالحضارات تتشابه كالحضارة المصرية القديمة والصينية والديانات الصينية القديمة، ولعل أشهرها بوذا الأكثر انتشارا في الصين والذي يحظى بأهمية كبرى لدى العالم أيضا. فالمعرض تنوعت فيه التماثيل واللوحات التي تبرز حقبة لا زالت تؤثر في الصينيين والعالم حتى يومنا هذا. المعرض اختص بالحضارة الصينية التي نشأت على ضفاف نهري الأزرق والأصفر قبل حوالي 4000 سنة، وكان سكانها في ذلك الوقت يدينون بثلاثة ديانات، هي ديانة لاتسو وديانة كونفوشيوس، ويعد كونفوشيوس من كبار الفلاسفة والحكماء الصينيين، وديانته مادية بحتة، وديانة بوذا، وبوذا معدود أيضا من كبار الفلاسفة والحكماء، وشريعته الوضعية تدعو إلى تعاليم أخلاقية معينة والزهد في الحياة. وقد تحول بوذا مع مرور الوقت من حكيم ومشرع وضعي إلى معبود لبعض أهل الصين، وصنعت له التماثيل، وظل يعبد على مدار السنين حتى الآن كما نراه في ذلك التمثال وهو بعزلة عن العالم. معرض إبداعي وشيق من الطراز الأول للحضارة الصينية القديمة، حيث أنه من الصعب التحدث أو تقديم الفن والأدب بمثل هذه الطريقة الرائعة لحضارة قديمة ومعقدة. أنا فعلا مبهور بها. يعود الفضل في قيام الحضارة والثقافة الصينية إلى الفلسفتين الكونفوشيوسية والطاوية، فقد شكلتا حياة الشعب الصيني ومؤسساته، وكانتا مصدر إلهام له عبر ما يزيد على 25 قرنا من الزمان. ويمكن القول بوجه عام أن هناك هدفا رئيسيا للفلسفة الصينية تتمثل في شموخ الروح، منعكسا في سلام الفرد ورضائه بذاته. فالمعرض سهل على المشاهدين عناء السفر لشرق أسيا، وأتى بالحضارة الصينية إلى إسطنبول للتعرف عليها عن كثب. معرض يعكس الحضارة الصينية القديمة، ولعل هذه اللوحة خير دليل على ذلك. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، إسطنبول. ومحورنا الثاني لهذا المساء أحبائنا الأكارم حيوي وحساس، وكما عودناكم أن نطرح الموضوعات بجرأة. كثير من الأمهات والآباء يشكون من كذب أطفالهم، هذه العادة السيئة التي تمثل أساس سوء الأخلاق في المجتمع والتي تؤسس لفساد ودمار المجتمع عمليا، نطرحها على حضراتكم كمشكلة وعلاج. ما هو الكذب وكيف ينشأ؟ وما هو دور الأسرة في تنشئة عادة الكذب عند الأطفال؟ كثير من الآباء والأمهات يلومون أطفالهم إذا كذبوا، ولكن لا يعلمون أنهم مسؤولون عن هذه الظاهرة السيئة. حديثنا عن هذا المحور يسعدنا أن نطرحه بمحاوره الفرعية التخصصية على البروفيسور دكتور محمود شامدبي، عضو الهيئة التدريسية في جامعة مرمرة في كلية الإلهيات أو الشريعة. أهلا وسهلا بكم معنا أستاذنا الكريم. سنبدأ معكم حضرة البروفيسور، ولكن اسمح لنا قبل أن نلج في هذا الموضوع أن نطلع مشاهدينا الأكارم على عادة الكذب عند الأطفال، أسبابها ومقوماتها وعلاجها. كيف يمكن أن أمنع طفلي من الكذب؟ لو كان طفلكم يحمل عادة الكذب، فراجعوا أولاً العلاقات في أسرتكم. هل تلجأون إلى الكذب دون أن تشعرون؟ يمكن أن يلجأ طفلكم إلى الكذب في حالة مواجهته صعوبة في حل المشاكل. لا تلقي له خطبة، استمعوا إليه بانتباه وبصبر وبدون أن تحرجوا مشاعره. لو شعرتم أن طفلكم يكذب ولا تستطيعون منعه مهما فعلتم، فعليكم أخذ بعض التدابير. لأجل ذلك أولاً وقبل كل شيء، يجب أن لا يلجأ الأبوان إلى الكذب فيما بينهما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: إن الصدق يهدي إلى البر،
وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لماذا الكذب بهذا الوصف الخطير منتشر بهذه الدرجة؟ وماذا يمكن لنا أن نفعل لأجل منع الكذب وإيجاد الخلق القويم بدلا منه؟ يكذب الطفل أو المراهق عادة حتى يخفي خطأه، أو عندما يظن أن تصرفه خاطئ عند الناس، أو أنه سيحاسب على فعل قام به. في كل هذه الحالات يكون الكذب الجزء الصعب لفهم التصرف السابق، حيث إن الطفل لم يتعلم بعد أن الكذب سيكلفه مشاكل على المدى البعيد أكثر مما إذا قال الحقيقة. كل فرد مسؤول أن يكون إنساناً طيباً، وإلا لا يمكن للإنسان أن يغير الصفات الأصلية لشخصيته. على سبيل المثال، بعض الناس تكون ردات أفعالهم سريعة، بينما بعضهم الآخر هم هادئون بالطبيعة، فهذا يأتي من أساس الشخصية ولا يتغير، وهكذا المهارات اليدوية. ولكن كل هذا يمكن قيادته إلى الصواب مع التربية والصبر والتوجيه المفيد والمؤسس، أو إلى الخطأ في حالة الإهمال أو قبول الواقع. ونجدد الترحيب هنا بالأستاذ الدكتور محمود شامدبي، عضو الهيئة التدريسية في جامعة مرمرة في كلية الشريعة والإلهيات. أهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم. يقول الشاعر العربي: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. الكذب أساس دمار المجتمع، الكذب يتصل بالفرد، بالطفل، بالأسرة، بالمجتمع. لنبدأ من هنا بالكذب كأساس لدمار المجتمع، الكذب كسيد الأخلاق الفاسدة. نعم، بكل شكل طبيعي جدا أن الصدق والنظافة والنزاهة هي أهم الأخلاق السليمة في الفطرة. كما تعرفون كل طفل يخلق الأساس فيه هو الصدق، ولكن الاستثناء هو الكذب، هو شيء عارض لاحق في حياته يتعلمه من مجتمعه، من محيطه. ولكن أخلاق الأطفال بحكم فطرتهم، بحكم خلقهم، هم رغم اختلاف مزاجاتهم لكنهم يصدقون ويتعلمون لاحقا الكذب، لأن الإنسان إذا كان لم يستطع أن يحصل على كل ما يحتاجه يبدأ في اتخاذ الحيل وبعض التدابير للحصول على ما يحتاجه. الأطفال مثلا يبدأون بذلك في طفولتهم، وإذا لم يجده بطرق سليمة صحيحة، وربما سأذكر بعد قليل سبب ذلك، وقتها يبدأ بالكذب. أستاذنا الكريم، العائلة لها الدور الأكبر. أنتم تفضلتم وقلتم يعني كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بالتالي الأسرة هي المحضن. الأسرة إما أن تعلم الطفل بالأخلاق، بالدين، بالمعاملة الحسنة، أن تعلمه الصدق، أو أن تتعامل معه إذا كذب بالحسنة، لا أن تضرب وتزجر ويعني يكون الأب يعني في حالة عصبية أو الأم في حالة عصبية، هذا يعزز حالة الكذب عند الأطفال. الأسرة ودورها في تنشئة الطفل على الأخلاق، كيف تقرأ لنا هذا الدور تحديدا؟ نعم، تحديدا في أول السنوات الطفل، أنا أتكلم عن طفولة المبكرة للطفل، هي مرحلة الأمن. يحاول الطفل أن يحصل على الأمن دائما بالتواصل مع الأم، حتى في الرضاعة مثلا هناك تواصل معين بين الأم والطفل، ثم بعد ذلك أيضا الطفل يبدأ بالتواصل الجيد مع كل من حوله حتى يحصل على ما يحتاجه وما يريده، وبالتالي يكسب الطفل هذا الأمان. عدم الأمن لا يحس به أبدا، ولكن إذا كان ذلك معكوسا، إذا لم يصل الطفل في مرحلة الرضاعة على الحب والحنان وما يحتاجه، سوف يعيش هذه المرحلة عدم الأمن ومشكلة عدم الأمن طوال حياته، وبالتالي هذا الإرضاع بالحب والحنان هو المهم جدا منذ البدايات. بعد ذلك في عدة سنوات الإهمال هذا سوف يؤسس لكثير من المشاكل. الكذب يؤسسه الخوف وعدم الإحساس بالأمان، وبالتالي هذا الخوف وهذا عدم الشعور بالأمان حتى لا يؤدي إلى الكذب، يجب على العائلات أن تربي أطفالها بالحب والحنان دائما. مثلا
مثلا ما هو أول احتياج، أول حاجة للطفل هو الرضاعة، ثم بعد ذلك مثلا في عهد المدرسة التحصيل العلمي والدراسة وما شابه. الآن في بعد سنوات عديدة إذا قدمنا للأطفال كل ما يحتاجونه وحتى أيضا بعض أكثر ما يحتاجونه مثل الألعاب وما شابه، كيف نستطيع أن نربيهم على هذه الأمور؟ إذا أمنا ذلك بشكل صحيح لن يتعرض الطفل للكذب ولن يستعمل الكذب. ليس فقط بوعد الطفل، إذا وعدت يجب عليك أن تنفذ وعدك مع الطفل، إذا وعدت ولم تنفذ وعدك فساعتها سوف تكون قد تعلمت أنت الطفل الكذب بكل تأكيد، وأنت أسهمت في صناعة شخصيتي على الكذب. هنا أستاذنا الكريم، يعني دور الأم والأب بالدرجة الأولى، والأم بوصفها ملتصقة بالأطفال بدرجة كبيرة جدا، دور الأم أن تستمع إلى أطفالها، أن تتيح لهم مجال للتعبير عن أنفسهم، أن تترك لهم المجال ليعبروا لماذا فعل هذا، كيف فعل هذا، حتى يتحدثوا، لأن الأم إذا قمعت الأبناء ثم يأتي الأب بطبيعة الأب هو يعني في حالة عصبية نظرا لانشغاله في الخارج، بالتالي الطفل لا يعرف لمن يلجأ، بالتالي الأسرة تدفع الطفل إلى الكذب دفعا، وهذه كثير من الآباء والأمهات يشكون وهم السبب. مع الأسف نعم هذا صحيح جدا، لأن العائلة تقدم وتدخل وتعكس مشاكلها كلها على الطفل. الطفل أحيانا لا يكون له أي ذنب ولا يكون قد عمل أي شيء خطأ، ورغم كل ذلك يظلمون الطفل ويحاسبونه على بعض الأمور. هذا ظلم للطفل، ينعكس عليه بقسوة وبظلم وما شابه، وبالتالي يبدأ الطفل يعاكس ويواجه هذه العائلة، هذا موجود في فطرته خصوصا في سنوات المراهقة. وبالتالي الكلام القاسي والصراخ أتفق معك تماما حضرة البروفيسور، وهنا العلاج بالضرب، يعني كلما تكلم الطفل كلما ضرب، هذا يتيح للطفل منفس وحيد وهو أن يكذب حتى لا يضرب، وهذه السلوكيات الخاطئة في بكل تأكيد أشكرك جدا عليها. لكن أود أن أسألك أستاذنا الكريم، ما أهمية أن نعالج ظاهرة الكذب عند الطفل وهو صغير قبل أن يكبر؟ لأننا بفضل الله تعالى الحمد لله يعني على الحال السيء والجيد كما يقال، عندنا سياسيون كذابون، وعندنا مدراء كذابون، وعندنا الكذب بدأ ينتشر، كيف نعالج هذه الظاهرة في مستوياتها الصغيرة أستاذنا الكريم؟ المشاكل التي ذكرتموها موجودة طبعا دكتور نزار، هناك انتشار كبير للكذب في المجتمع، ولكن الطفل ينظر للعالم من نافذة عائلته فقط، وبالتالي العائلة الأقرباء الذين في محيط الطفل إذا علموا الطفل الصدق وتصرفهما بصدق ونزاهة واستقامة فلن يتعلم الطفل الكذب، لأن الأصل في الحياة والأصل في الفطرة أن يكون الطفل صادقا، إلا إذا علمه أحد الكذب. إذا كان هذا الكذب موجودا في العائلة ووعد ولم ينفذ هذا الوعود، من علامات النفاق ما تعرفون أن يعد ثم يخلف، وبالتالي سوف يلجأ الطفل للكذب، إما أنه لم يحصل على ما يحتاج هو يريده أو لأنه عمل بشكل سيء. وإذا لم نعالج هذه الظاهرة عند الطفل، نحن أمام مجتمع عندما يكبر هذا الطفل فيه العملاء وفيه الساسة الكذابون وفيه قيادات المؤسسات الكاذبون وفيه المعلم الكذاب وفيه الطبيب الكذاب وفيه المجتمع المتفكك. لذلك نحن نتحدث عن أمر حساس وخطير جدا أستاذنا الكريم. بماذا توصي الآباء والأمهات عمليا كأستاذ في الشريعة أستاذنا الكريم؟ على ماذا ركز الدين عمليا في تنشئة الطفل في هذه الجزئية؟ كيف نتعامل مع أطفالنا؟ نعم، الحقيقة أن الصدق أمانة كبيرة جدا على كاهل الأبوين، لا يجب عليهم أن أبدا أن لا يكذبوا أي شيء، هذا شيء بسيط جدا. وبالتالي قبل الأطفال يجب علينا أن نعلم البالغين، يجب علينا أن نعلم الكبار، الأب، الأم، المعلمين، المدرسين، هؤلاء الذين يجب علينا أن نعلمهم قبل أن نعلم الأطفال، لأن الضعف هذا والتقصير من هؤلاء سوف ينتقل إلى الأطفال، لأنهم أيضا القادرين على منع هذه الكذب قبل أن ينشأ لدى الطفل. بالتالي الوقاية دائما خير من العلاج، لأن الطفل إذا ما تعود على الكذب سوف يأتي كذبة وراءها كذبة وراءها كذبة وراءها كذبة، وبالتالي لا يجب عليكم أن تغدقوا أيضا على الأطفال ولا يجب أن تحرموهم. الوسط أو الصراط المستقيم هو المهم، الطريق الوسط خير الأمور الوسط. أستاذنا الكريم، يعني في الحديث النبوي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما ورد في الحديث الأب مسؤول الأم مسؤولة، يعني هناك المسؤولية تقع على عاتق الأبوين، على عاتق الأسرة، على عاتق المجتمع، وحتى على عاتق الدولة في رعاية هذه المسؤولية الكبيرة جدا. هذه المسؤولية كثير من الآباء والأمهات بكل أسف يعني يحملونها على أساس الطعام والشراب، نحن نطعم أبناءنا، نسقي أبناءنا، نؤمن لهم مدرسة جيدة، نؤمن لهم غذاء جيد، نأخذهم في رحلات، ولكن
عادة الأخلاق مهملة عند الأبوين؟ نعم، في الحقيقة هذه المشاكل الموجودة لدى البالغين، لدى الأبوين تحديدا، هي لأنها اتخاذ المسؤولية التربية، وهي بعد أن أصبحوا أبا وأما، لأن ذلك الموضوع انتهى بعد ذلك. أين يمكن أن تستطيعوا أن تتعلموا ذلك مرة أخرى وأن هذا خطأ؟ لا يستطيعون بعد ذلك العمر كله أن يتعلموه. أعطيكم مثالا، الطفل مثلا إذا كان الأب والأم مثلا أغنياء وحالتهم المادية جيدة، يعطوهم دائما يوميا 50 ليرة التركي مثلا، مبلغا كبيرا، وبالتالي لأنه عادة 5 إلى 10 ليرات مثلا، ما الذي سيفعله طفل بهذا المال؟ صحيح، هذا سؤال كبير جدا، إغداق المال وقطع المال على الجانبين، ولذلك خير الأمور الوسط. أستاذنا الكريم، هنا سؤال كبير جدا حضرة البروفيسور، يعني اليوم عندما نتعامل مع أطفالنا لابد أن نؤسس فيهم ثقافة التعامل السليم، بمعنى أن نقول للأبوين تعاملوا مع أبنائكم، اسمعوا أبنائكم بالدرجة الأولى، أمنوا لهم فرصة الحديث والتعبير عن أنفسهم، لا تعاقبوهم عند الخطأ. لكن هناك بعض الآباء يسعدون إذا كذب ابنهم، ما شاء الله ابني يعني لن يضحك عليه في المستقبل، ابني ذكي سيخرج من هذا الباب. هذه نظرة خاطئة عند الأبوين، لابد من علاج ظاهرة الكذب بالحسنى منذ نعومة أظفار الأطفال حتى إذا كبروا لا يخرجوا على هذه الظاهرة، هل تتفق معي بذلك؟ نعم، في الحقيقة أن تربية الطفل وإعطائه الأخلاق الكريمة سيحتاج هناك إلى قدوات ونماذج، وأيضا نحتاج إلى تواصل جيد وحديث جيد مع الأطفال، وأن نترك لهم مساحات من الوقت من أوقاتنا نستثمره معهم الحديث معهم، وبالتالي بعد ذلك نعلمه الكثير من الأمور، الاقتصاد، صرف المال، ربما بعض العائلات عائلاتها المادية لا تسمح بكثير، كل هذه الأمور سوف يكون هناك قيم معينة وشعر كبيرة سوف تنشأ وتغرس لدى الطفل من أبويه، وبالتالي بكثير من النماذج المحسوسة الموجودة من المحيط نستطيع أن نعلم الطفل الإنسانية والقيم وكل تلك الأمور ونربيه. يجب علينا أن نحافظ على القيم العليا للطفل بهذه الطريقة، أولا سوف يحصل على هذه القيم ثم سوف يحميها، ولذلك التواصل مهم والحديث مع الطفل مهم، أن نعطيه وقته مهم جدا للطفل حتى نتكلم في كثير الأمور، من أي عام منذ أن بدأ يتكلم. بكل تأكيد أستاذنا الكريم، يعني اليوم بكل أسف الإعلام يلعب دور سلبي جدا، مسلسلات الأطفال كلها تشتمل على الكذب، المسلسلات للبالغين والكبار كلها تشتمل على الكذب والخيانة والنفاق وخيانة الأزواج، كل القيم السلبية الآن منتشرة في الإعلام، وأنا صريح جدا في هذه الجزئية ولابد أن نكون صريحين، لأن مستقبل أبنائنا أهم من هذا الكلام أو المجاملات الفارغة. اليوم الإعلام عليه مسؤولية أن يبني الجيل كما دمر الجيل، عليه مسؤولية أن يصنع قصص الأطفال الإيجابية، عليه أن يصنع مسلسلات الأطفال الإيجابية، عليه أن يصنع مسلسلات تربية البالغين الإيجابية. نعم، ليس فقط بمسلسل أو ما شابه، ولكن كل الأمور التي يعانيها أطفال في مجال العائلة وفي مجال المدرسة، كل هذه المجالات التي يعيش فيها الأطفال أن نرتبها، ليس فقط يجب علينا أن نمنعهم أن يحضروا أشياء عشوائية، بدل أن نترك الأطفال أو العائلة تشاهد شيئا لمدة ساعة طويلة على التلفاز، يجب علينا أن نختار البرامج التي سوف تفيد هذا الطفل، وبالتالي أو حتى أن نتكلم أكثر مع الأطفال، أن نغلق التلفاز ونتكلم مع أطفالنا، وبالتالي يتعلم طفل مننا، لأنه إذا رأى شيئا سلبيا يجب علينا أن نتكلم على هذا الأمر، إذا رأى شيئا سلبيا يجب علينا أن تقول انظر ولدي هذا شيء خاطئ، هؤلاء مخطئون، هذا ذنب يجب علينا أن نفعله، هؤلاء مخطئون، أنت لا تفعل كذا، وبالتالي الآن نعلق على هذه الأمور، فبالتالي نقوي الفطرة الأساس السليمة الصادقة لدى هذا الطفل. هنا أستاذنا الكريم، يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، بمعنى الأب عليه مسؤولية الرعاية، ولكن الأم تلتصق بالطفل أكثر، هنا المسؤولية أستاذنا الكريم بكل تأكيد، لكن إلى أين نذهب أستاذنا الكريم؟ إلى أين نذهب؟ وقعت مشكلة أن ابني يكذب، ولا أستطيع أن أعالج هذه المشكلة، إلى أين أذهب؟ ماذا توصيني أنت كأستاذ في علم الشريعة أستاذنا الكريم؟ ماذا تقول لي؟ إلى أين أذهب عمليا؟ كيف أتصرف؟ أنا لا أستطيع، أنا أم جاهلة، أنا أب جاهل، لا أستطيع أن أتصرف، إلى أين أذهب؟ كيف أتعامل مع هذا الموضوع؟
الأم لا يمكن أن تكون جاهلة. إذا قررت أن تتزوج يجب عليها أن تعرف وتدرس وتتابع كيف يولد الطفل وكيف يربى الطفل. في الآية الكريمة: يا أيها الذين أمنكم قوا أهليكم أولا. السؤال والاتجاه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أولا. الحديث للبالغين، للأب والأم: لماذا تلد طفلا ولماذا تربين طفلا؟ أنتم مفروض عليكم وأنت واجب عليكم أن تتعلموا كيف تربونه وكيف سوف تحمونه من البيئة السيئة، لأنك قوا أنفسكم وأهليكم، وبالتالي كيف ستحميه، كيف ستربيه؟ هذه مسؤولية الأب والأم، والتربية تبدأ منذ الطفولة، ليس فقط بعد سنوات معينة. إذا فسد الطفل من البداية لا تستطيعون أن تجيبوا على هذه الأسئلة. نعم أستاذنا الكريم، المسلم قد يقع في أخطاء كثيرة، لكن يعني سئل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، مثلا يعني هل المسلم يزني؟ قال نعم يزني، لا يرتفع عنه وصف الإيمان. هل المسلم يسرق؟ يسرق. لكن هل المسلم يكذب؟ قال لا. لا، بمعنى هناك تشديد على عادة الكذب تحديدا، لأن الكذاب هو الذي يدمر المجتمع. كذاب واحد في المجتمع هو الذي يصنع الشائعات، كذاب واحد هو الذي يدمر المجتمع، كذاب واحد يقلب الحقائق، كذاب واحد. فإذا كيف إذا تحدثنا عن 100 كذاب و1000 كذاب أستاذنا الكريم؟ الكذب في الأساس هو أحد علامات النفاق. إذا وعد أخلف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في علامات المنافق، وإذا تحدث كذب صحيح، وبالتالي أيضا يجب عليه أن يفي بوعده، ويجب عليه أن يصدق في قوله. الكذب مسألة كبيرة جدا. علامات النفاق هذه لا يجب أن تكون موجودة أبدا في المؤمنين، وبالتالي الصدق والاستقامة والنزاهة يجب أن تكون موجودة في كل المؤمنين. وعدت يستقر الصدق في لدينا، يجب أن تكون شجعانا. الضعف، الإنسان الضعيف، الإنسان الجبان يكذب دائما، وبالتالي يجب علينا أن لا نخيف الأطفال، يجب علينا أن نقويهم وأن نبني شخصيتهم القوية خلال هذه التربية، أن نخاطب العقل والقلب معا والأفكار والمشاعر. هذه هي التربية التي نريدها، أصول التربية الصحيحة، أن نخاطب كل هذه الأقسام في الطفل وفي شخصيته، أن نطور عقولهم، أن نطور أفكارهم، وبالتالي أن نقوي فيهم الضمير وقدرة الحكم على الأمور بالصواب من الخطأ. يجب عليه، إذا الطفل إذا لم يستطع أن يفرق بين الصحيح والخطأ لن يستطيع إلا أن يذهب إلى الكذب. وإذا وعدنا ولم نفي فأننا نشجع الكذب لديه، وبالتالي نحاول كثيرا من الأمور نفعلها ونقدمها للطفل من خدمات معينة، ولكن عندما نعد ولا نوفي فإننا نؤصل فيه الكذب. اليوم الكل يستدين، اليوم يجب على الإنسان أن لا يستدين حتى يوفي بوعوده. الطفل يرى ذلك، أنه لا تستطيع أن تخبي أي شيء داخل العائلة عن الطفل. الأب والأم لديهم المال ويأخذون أمورا معينة، ولكن الأب والأم يقولون ليس لدينا المال، وبالتالي هذا الكذب ينتقل مباشرة إلى الطفل، وسوف يكرره الطفل لأنه أخذ القدوة السيئة من أب والأم، وبالتالي بعد ذلك سوف يجب على الأب أن يقتصد في حياته، ولكن لا يجب. صحيح، والمجتمع سيدفع الفاتورة في النهاية في حال استشرى هذا المجتمع. البروفيسور دكتور محمود تشامدبي، عضو الهيئة التدريسية في جامعة مرمى، نشكركم جدا على حضوركم معنا في استديوهات برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا، كما نتمنى السلامة للمجتمع. ولا ننسى هنا أن نذكر القائمين على أمر الدولة والحكومة بضرورة تغيير سياسات التعليم ومناهج التعليم حتى تشمل التحفيز الدائم على الصدق وعلى الأخلاق الفاضلة، لأن حتى العالم الغربي بات يركز على الأخلاق الفاضلة، يسميها الأخلاق السامية وليست الأخلاق الإسلامية، فكيف إذ كانت جزءا من هويتنا وثقافتنا وبنائنا الذاتي. أحبائنا الأكارم، بعد شكر ضيفنا الكريم اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم مجددا إلى فضاء الكاريكاتور. لحظات فرقتكم أثارت خافقي، فتقرحت عيني بدمعي وداعي. مجبرون على وداعكم أحبائنا الأكارم، مجبرون على قول كلمة الوداع برغم بغضنا لها، ولكن على أمل اللقيا بكم مجددا. فريق البرنامج في أنقرة وفي إسطنبول يهديكم أطيب تحياتي. رسول أوسلو مخرج البرنامج، ونزار الحبة ومؤده ومقدمه، يهديانكم أطيب السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.